تستعد فرق البحث والإنقاذ التابعة للوقاية المدنية من أجل التدخل في إحدى المناطق المتضررة والمنكوبة من جراء زلزال ليلة الثامن من شتنبر. هذه الفرقة هي فرقة دولية أيضا تقوم بتدخلات خارج المغرب، وذلك في إطار المساعدات الميدانية التي يقدمها المغرب لعدد من الدول في وقت وقوع بعض الكوارث أو الأحداث التي تستدعي تضافر الجهود. على الجانب المقابل تصطف سيارات البعثة الإماراتية التي تشارك أيضا في هذه العمليات جنبا إلى جنب نظيرتها المغربية. منذ بداية الأزمة أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن فتح جسر جوي مباشر مع المغرب من أجل مساعدته في هذه الكارثة وفي هذه الأزمة الإنسانية. وجاءت بعدها تقريبا بيومين من وقوع الزلزال فرق الإنقاذ والمساعدة الإماراتية تضم أيضا تقنيين مختصين، تضم طواقم وتضم أطباء ومسعفين، وجاءت محملة بالمساعدات الغذائية والمواد التي من شأنها أن تساهم في تخفيف حدة هذا الزلزال على الأشخاص المتضررين. توجد هذه الفرقة أو هذه الفرق أيضا إلى جانب نظيرتها الإسبانية والبريطانية والقطرية، وهي الدول الأربعة التي وافق المغرب على عروضها بتقديم هذه المساعدة. تلتقي هذه الفرق جميعها هنا في هذا المكان في نقطة التجمع بمنطقة أمزميز التابعة لإقليم الحوز، ويجري التنسيق فيما بينها وبين السلطات المغربية داخل هذه الوحدة، حيث يتم تقسيم التدخلات اللازمة، التدخلات الميدانية، ويتم التنقل إما برا عبر السيارات أو عبر مروحيات الطائرات العسكرية التي وضعت رهن إشارة هذه الطواقم من أجل الانتقال إلى أبعد النقاط المتضررة. القوات المسلحة الملكية المغربية تنفذ ما بين 35 و40 طلعة جوية في اليوم، وذلك بهدف تقديم الدعم والمساندة والإغاثة لضحايا الزلزال.